ينظم نادي قضاة المغرب بشراكة مع جامعة مولاي إسماعيل ندوة علمية تحت عنوان تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية وسؤال الدستورية. هذا الموضوع اللي عنده واحد الراهنية كبيرة وتكون مناسبة بمشاركة أساتذة وخبراء في ميدان والحقل القانوني لنقاش هذا الموضوع. فهناك حضور وزن للدكتور محمد إدريسي العالمي المشيشي اللي هو وزير عدل سابق، وكذلك حضور الأستاذة ولادة العبودي كرئيسة المكتب الجهوي لنادي القضاة وبعض الأساتذة الجامعيين وخبراء في هذا الميدان، ولي اليقين أن غيكون تقديم بعض الاقتراحات لتعديل هذا القانونين التنظيميين. كذلك اليوم مناسبة للاحتفاء برئيس جامعة مولاي إسماعيل على كل مقدم لهذه الجامعة، فالدكتور حسن السهبي كان أستاذا بكلية العلوم بمكناس وكذلك عميد كلية العلوم لعدة سنوات وكذلك رئيس جامعة مولاي إسماعيل أكثر من 8 سنوات. فاليوم مناسبة للاحتفاء على كل مقدم الدكتور حسن السهبي لجامعة مولاي إسماعيل لا في الميدان التربوي حول تنويع العرض التربوي بجامعة مولاي إسماعيل، وكذلك بالنسبة للبحث العلمي فاليوم جامعة مولاي إسماعيل تتبوأ الصدارة من ناحية على الساحة الوطنية بالنسبة للتصنيف الدولي في الجامعات في عدة ميادين، وكذلك بالنسبة للخدمات المقدمة للمجتمع، وكذلك بالنسبة للحكامة الجيدة اللي عرفتها جامعة مولاي إسماعيل في العهد ديالو، متمنيات له مزيد من التوفيق والتألق إن شاء الله. بالنسبة لبرنامج النجوى الوطنية هي حفلة بموضوع يستحق الاهتمام من طرف طلب الباحثين ولعل التكريم، وكذلك هذا المجال وفي هذا الفضاء الذي يتمي لرئاسة الجامعة وحضور شخصيات وازنة ومدراء ومدى المؤسسات له طابع خاص في المجال، يعني هل وكيف يعني هذا المجال يدخل في إطار الاهتمام بالبحث العلمي؟ فالاحتفاء بالسيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل فهو مناسبة كذلك لتشجيع البحث العلمي داخل جامعة مولاي إسماعيل. ما نسوش كذلك على أن البحث العلمي من أولويات اللي كان دائما ديال الدكتور حسن السهبي خلال الولايتين، واللي اليوم نقدر نأكدوا بأن جامعة مولاي إسماعيل تتبوأ مكانة مرموقة على الساحة الوطنية. ما نسوش كذلك الحضور الوازي لعدة شخصيات منها وزير العدل السابق، رئيس جهة فاس مكناس، وأساتذة وخبراء والكاتب العام لنادي القضاة، كلهم شخصيات، وكذلك حضور وازن من رؤساء المحاكم وكذلك ممثلي القضاء، كلهم باش يشاركوا في هذا الموضوع وباش يقدموا اقتراحات. ومناسبة كذلك للطلبة الباحثين وبالخصوص طلبة السكتلت للاستفادة من هذا الموضوع اللي باش يقدموا الأبحاث ديالهم، متمنيتنا باش تكون هذه الندوة في المستوى العالي، ونقدموا الشكر الجزيل لكل من لبى الدعوة للحضور لهذا الندوة العلمية المهمة اللي كتعرفها جامعة مولاي إسماعيل. بدورنا نحييكم على قبول الدعوة ونتمنىكم أطيب المنى. إذن المشاهد الكرام نتواجد في هذا الفضاء الجميل برئاسة الجامعة جامعة مولاي إسماعيل والتي سوف نواكب أغلبية فقرات هذا اليوم. إذن كان معكم أحمد بلبول، ألقاكم في رعاية الله، إلى اللقاء.
الحاج جهة تاسب كناس بصفة عامة ورئاسة جامعة ولاية إسماعيل.
زميلنا الدكتور حسن السفير في جامعة إسماعيل فليتفضل. مشكور. صعوبة متابعة ومراقبة بعض المهام القضائية
ناهيك عن بعض الغيرات التشريعية المتعلقة بالتأطير القانوني للخطأ الجسيم أو رد الاعتبار مثلا وغيرها من القضايا التي سيتناولها المتفقون بالضبط والتحديد. صار لزاما مراجعة القوانين التنظيميين المذكورين، وعلى هذا الأساس وفي النظر لأهمية مشروع هذا التحليل وما تضمنه من مراجعات وتحليلات مهمة، فإنه سيشكل من شأن مادة دسمة للسادة الخبراء والأساتذة والقضاة قصد إبداء ملاحظتهم واقتراحاتهم لإغلاق النقاش العمومي العلمي حول هذا الموضوع الآن. وبهذه المناسبة أتوجه إليكم بالشكر والامتنان على هذا المجهود الاستثنائي لمواكبة كل المستجدات القانونية ذات الصلة، ولليقين أن مداخلتكم ستشكل من دون شك إضافة نوعية داخل هذا الفضاء العلمي المتميز وخيرها. كما أشكر كل من لبى الدعوة وحضر معنا اليوم وساهم من قريب أو بعيد لإطفاء الإشعاع على هذه الندوة الوطنية. وأخص بالذكر أصدقائي طلبتي عائلتي إخواني أساتذة الخبراء السادة الذين حضروا معنا اليوم كل باسمه وصفته، وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على مواكبة فعالية هذه الندوة الوطنية. وفقنا الله وإياكم بما فيه خدمة هذا الوطن الأمين حتى القيادة السديدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. الشكر موصول كذلك إلى القضاة المغرب على المجهودات الجبارة اللي قاموا بها لتنظيم هذا اليوم الدراسي حول هذا الموضوع ذو الأهمية والغنية الكبيرة. كذلك الشكر موصول للجنة المنظمة لهذا الندوة الوطنية. الآن سأعطي الكلمة للأستاذ نصر الشهري رئيس نادي القضاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. Thank you.
التي سعرت على تنظيم